الله أطاع إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله لا أوحش الله أبعا من زيارتكم عليه سلام الله صحبة محمد رسول الله عليه. حضرتوا معنا هذه الأجواء ربانية في القطب مولاي عبد السلام بن مشيش المؤسس ديال الطريقة المشيشية الشاذلية، الجامع مبارك، جامع فيه طلباء القرآن، في باحثين، فيه موردين ديال الطريقة المشيشية الشاذلية، في زوار نساء ورجال، و كل ما يحب بعضنا البعض. فالطريقة المشيشية الشاذلية هي طريقة تربوية أولا وقبل كل شيء، ولكن كذلك الصوفي، ونحن كلنا تواجد ديالنا أهل تصوف. الصوفي هو الذي يشتغل، الذي يشارك في تنمية بلاده، يعني كيشارك ولا في القانون ولا في الطب ولا في الاقتصاد، ولكن كلنا نجتمع بهذا القطر الباني مولاي عبد السلام بن مشيش لاعطاء تربية للعالم الإسلامي في أربع القارات، هذا العالم هذا في آسيا وفي مصر وفي تونس وفي الجزائر وفي إندونيسيا. فالبركة ديالو الحمد لله، الإشاعة ديالو ديال طريق المشيشية الشاذلية موجودة في العالم في إفريقيا. فاحنا كشرفاء لازم نبقاو ديما نديروا الإشعاع بهذه الطريقة الصوفية. وحضرتوا معنا في هذه الليلة مباركة بالقرآن وبالسماع وبمداخلات وباللطيف لجميع المغاربة، واللطيف لجلالة الملك محمد السادس نصره الله باللطف بالصحة بالعافية. وهذا اللطيف كذلك كان للعالمين أجمعين، لأن مولاي عبد السلام وطريقة المشيشية الشاذلية هي منفتحة للديانات السماوية للتعايش والانفتاح وللتربية اللي خدينا من جدودنا، ودي التوجيهات ديال جلالة الملك محمد السادس نصر الله. وشكرا. الحمد لله، كانت الانطلاقة هذه الليالي، وكانت انطلاقة يعني بالذكر وبالدعاء وبالصلاة على رسول الله، وكان ان شاء الله كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يكون هذه الليالي يكون عندها امتداد ويكون عندها ان شاء الله تاثير في المجتمع وعلى الشباب وعلى المواطنين جميعا. وكما شاهد الجميع يعني كانت التلاوه ديال ذكر اسم الله اللطيف، وتوسلنا بان الله سبحانه وتعالى باش يلطف بنا وبالوطن ديالنا وبالمخلوقات جميعا والبشريه جمعاء. جينا نحضر هذا المجلس هذا الرباني الروحاني في هذا القطب الرباني، سيدي مولاي عبد السلام بن مشيش. هي ليالي مباركة وامتداد لليالي إن شاء الله غتكون على المستقبل القريب، ليلة من كل شهر في هذا يعني هذا المكان المبارك. كنحثوا إن شاء الله الشباب، وكندعو يعني جميع المحبين والصادقين لهذه الطريقة هذه أنهم يحضروا هذه المجالس، هذه مجالس الذكر، مجالس ربانية يتلى فيها كتاب الله وتصلى فيها الصلاة على رسول الله، وأمداح ربانية يعني تحث الإنسان وتخرج روحه، تخرج الإنسان من كل ما هو متطرف إلى الاعتدال والوسطية. إن شاء الله ندعو جميع الشرائح للانخراط في هذه الليالي المباركة. على العربي مولاي محمد، على العربي مولاي محمد.